عمرك شفت هذا الاشي من قبل؟ هذا اسمه ستيبلايزر او جيمبل. جيمبل اللي هو بنحكي ممسك او ايد او جريب بغض النظر. هدفه زي ما انت شايف، شو ما كانت حركتك، شو ما تهز ايدك، شو ما تحرك، الفيديو يظل ثابت. فانا لو بدي اصور فيديو مثلا سيلفي وانا عم بحكي لاخره، فهي ريكوردينج، شو ما حرك بظل ثابت. هاي هي روعته، هذا هو الاستيبلايزر. فالفيديو تاعنا اليوم راح يكون عن دي جي اي اوم 4. خلينا نبدا. صراحة خلينا نكون واضحين، بالنسبة لي أنا لو بدي أطلع أسافر وصارت معي من قبل، بدل ما أنقل عدتي والكاميرا ثقيلة وترايبود وكذا وكذا وكذا، عدة كثير ثقيلة، موضوع متعب صراحة. وصلوا أصحابي زيد أبو طه وأكرم كفينا شو صار معنا وإحنا مسافرين، هم حاملين عدة ودي جي آي رونين والكاميرات وكذا، قد إيه هم تعبوا بحضروا، طلعوا بشتات خرافية. بس أنا بالنسبة لي قلت لهم من أول ما طلعنا، أنا بالنسبة لي الهدف إني أستمتع وأوثق الرحلة باللي بقدر عليه. فصراحة كان استخدامي أكثر إشي موجود للجو برو 7 اللي كانت معنا، والدي جي آي كانت معي وقتها الأوزمو موبايل 3. هلا خلينا نحكي شوي عن شركة دي جي آي. شو هي؟ هلا شركة دي جي آي هي شركة صينية، مع إنه إحنا بنخاف من كلمة صيني، بس هي تعتبر توب حاليا بالعالم. ممكن تعرفوهم اللي هي الشركة اللي بتصنع طائرات التصوير أو طائرات اللي فيها كاميرا اللي هي الدرون. فشركة دي جي آي هي المختصة بالدرونز أولا، وثانيا ممكن نحكي بالجيمبل ستيبلايزر. فممكن تلاقوا مصورين في الميكر بيستخدموا دي جي آي رونين، هاي اللي بتحمل الكاميرا الدي اس ال ار الكبيرة مشان تثبت الكاميرا تصوير الفيديو. طيب هاي شركة دي جي آي، شو بالنسبة لهذا الاشي اللي هون؟ شو هو؟ شو فكرته؟ شو بعمل؟ هذا حل لمشكلة. المشكلة واحنا بنصور فيديو عادة بنيجي بنحكي بالفيديو بتلاقي ايدنا بتهز او الكاميرا بتهز، وهذا اشي طبيعي مدام انت مش مستخدم ستاند او ترايبود تثبت الكاميرا عليه، فبتلاقي الفيديو معك بهز، وهذا اشي سلبي صراحة بالنسبة للكونتنت كرياترز او اليوتيوبرز الى اخره، او اي منتج فيديو بشكل عام حتى بالسينما يعني. فشو الحل؟ الحل انك ثبت الكاميرا. طيب كيف انا بدي اتحرك وثبتها بنفس الوقت؟ هون اجت فكره الاستبلايزر او المثبت. هلا انتم يمكن سمعتوا عن الاو اس او الاوبتيكال استبلايزيشن اللي هو المثبت البصري، اللي هو شيء بيكون داخل الكاميرا نفسها. فمثلا هون عندنا بهذا التليفون في داخل الكاميرا منها فيها في مثبت بصري، لكن المثبت الميكانيكي الفيزيائي اللي انت بتحمله بايدك هذا بنسميه استبلايزر، واذا مسك بالايد بهاي الحاله بنسميه جيمبل. شركه دي جي اي مختصه بالاستبلايزر او الجيمبلز بشكل عام. واحدة من هاي الفئات اللي هي دي جي اي اوزمو. بتذكر اشتريت دي جي اي اوزمو بلس، هي وراي كرتونته موجودة استبلايزر، ومنه في في كاميرا وفيها مروحة وتبريد الاخره، بس كمان كان تنقيلها صعب وافك واركب ومشكلة واشبك التليفون. اخترعوا دي جي اي اوزمو موبايل اللي هي انت عليك تثبت موبايلك وهي اللي بتعمل له توازن. يعني هذا هو التليفون الشخصي اللي انا بستخدمه، بس علي اني اثبت موبايلي. هلا هاي بالدي جي اي اوم 4، بس اثبته بشكل مغناطيسي دبل كليك وبرجع بثبت لي اياه، كل شيء تمام. واذا حركت ايدي بظل ثابت، واذا او حركته بتكون سموث اذا بدي اياه يظل ثابت، بس اكسر الكبسه وبظل محله 100%. طيب هي عرفنا شو هي دي جي اي اوزمو موبايل. اخر تحديث نزلوه اللي هو دي جي اي اوم 4، غيروا الاسم من اوزمو لاوم، فهلا اخر منتج لهم صار الدي جي اي اوم 4. الاشي اللي واضح جدا بالنسبة لهاي التكنولوجيا اللي تغير، والتغيير الرئيسي صار زمان على دي جي اي اوزمو موبايل 3، انه كنت بدك تضطر تحط التليفون على الملقط وتوازنه وباخذ منك شوية وقت. الموضوع هلا صار سريع جدا، الكليب عندك صار مغناطيسي بس بتثبته على تليفونك، كثير بس صف عليك انك تقرب الدي جي اي من التليفون من الملقط، طلع قوة المغناطيس مش طبيعي، وبس اكبس ام بيشتغل الستيبلايزر وبيثبت للتليفون وخلصنا. صار الموضوع كثير سريع وفرق شاسع. فهي هلا فكرتها صارت الدي جي اي اوم 4. هلا خلينا نحكي بشكل عام عن استخدامات الدي جي اي اوزمو موبايل، ايش ممكن تفيدك. اللي بتابعنا على الستوريز بشوف عندي الستوري بتكون فيها حركة سريعة والكاميرا عم تتحرك من اليسار لليمين، هاي عن طريق استخدام الدي جي اي اوزمو موبايل. بكون مثبت الاوزمو او الاوم اللي صار اسمها، بقدر احدد لحد 4 اماكن بالكاميرا انه تروح من هون لهون لهون لهون. فانا بقولها مثلا انه انا بدي تبلش تصوير من هاي النقطة، من مثلا من عندي من كتف اليمين، وظل تمشي وانا بحكي وقاعد بشرح لحد ما توصل لعند الشاشة، هاي النقطة الثانية، والنقطة الثالثة، وبس اخلص موضوع النقاط بكبس ريكورد وبتبلش. فهلا انا بدي احكي معكم ونشوف شو ممكن هي تعمل تايم لابس. ف
فأنا كثير بستخدمها لهذا الموضوع. بقدر أحدد الوقت إنه تصور لمدة 4 دقائق مثلاً وقدي بين كل صورة بثانية، لأنه التايم لابس فيها إنه بأخذ كل مثلاً ثانية بأخذ صورة، فبتطلع الحركة مسرعة بالآخر. فهذا مثال بسيط، هاي الكاميرا عم بتلف وبتأخذ كل حركتي بشكل مسرع وبتعطيني فيديو نهائي. هاي واحدة من استخدامات الكثير بالنسبة لي. الإشي الثاني اللي راح نحكي عنه اللي هو الاستخدام الجستشر، يعني تقدر تتعرف حركة إيدي وتتبعني، وغير هيك تقدر تتعرف على وجهها ولا أي نقطة أنا بحددها وتظل تلحقها تعمل عليها لوك. راح يكون في شرح تفصيلي عن استخدامات الدي جي آي أوزمو موبايل، بس بشكل مبدئي أنا بالنسبة لي هاي هي الاختراع أو نحكي الأكسسوار لازم تكون مع أي شخص بده يسافر. لا تفكر إنه أنت يا ليو شو أخذ معي كاميرا لما أسافر. بصراحة بالنسبة لي بكفيك تأخذ معك أوزمو موبايل حاليا اللي هي أحدث وحدة الأوم 4. هلا نحكي عن مكونات الكرتونة ايش بيجي فيها لما تشتريها اللي هي دي جي اي اوم 4. هلا لما تفتحها راح تلاقي كرييت ماجنتيك مومنت. خلينا نشيل هاي الباكج او الكرتونة لانه فيها اشياء راح نحكي عنهم بعدين. في الكرتونة بيجي معنا الاستبلايزر نفسه وفي الترايبود الصغير اللي بيجي مشان نثبت عليه الكاميرا، بيجي منفصل فانت بتلف على القاعدة من تحت وبتثبت عليه الاستبلايزر او الاوم، وفي كمان بيجي المشبك او الملقط اللي هون، وفي بتيجي الدائرة الصغيرة. هاي الدائرة في تلفونات شوي بتكون نحيفة على الملقط، فبتضطر انت تحطها بين الملقط والتلفون مشان يمسك عليه يشبك عليه منيح. والباد هاي لاصقة فبتقدر تخليها على تلفونك خلاص بدل ما تظل تركبها مع الملقط وتوجع راسك. هاي هي تقريبا المكونات اللي بتيجي بالبوكس. هلا في بوكس ثاني جوا، وهذا بهمنا. جوا البوكس الثاني بيجي عنا الباك تحط الأوزمو فيها، وفي مربط هاند باند للأوزمو موبايل تقدر تشبكها من تحت بتثبتها بايدك، وفي الكيس لها. في اشي ثاني بهمني في الكرتونة شكله غريب، شو هاي الدائرة اللي هون. هاي الدائرة فكرتها بسيطة حبايبي، انسى الجايد لاين، هاي مشان تركبها على الجهاز. هاي فكرتها انه بتيجي اشي ابدي مغناطيسي بتلزق على التلفونات، بتعرفوها زي الحلقة كذا اللي بتتركب بتحط تلفونك وتلزق عليه. انا صراحة عندي على النوت 20 الترا ما بتزبط مشان السطح جدا ناعم فما بتثبت عليه. فهاي للاجهزة ممكن يعني الأجهزة كمان خفيفة، لأنه صراحة ما راح خاطر بتليفوني ينحط على الزيق وإشي مغناطيسي ويوقع. فأتوقع للأجهزة الخفيفة وبتستخدم الجايد لاين هاي مشان تثبتها على التليفون وتحدد المنتصف وتثبتها عليه. هو موضوع مقنع إنه أنت تعملها بدل ما تظل تركب الأوزمو وتفكها والآخره. أتوقع إنه ممكن إذا تليفونك صغير وبتحمل يس أفضل، وإذا بتقدر تخاطر فيه. وغير هيك بيجي جوا هاي الكرتونة كمان في لزقات مشان تبدل، اذا في لزقة خفت قوتها فبتقدر تبدلها هذولا باك اب او ريبليسمنت للاشياء الموجودة. بكل الاحوال هاي هي فكرة اولية عن دي جي اي اوم 4، شو بيجي في الباكج، شو استخداماتها. صراحة راح يكون في فيديو تفصيلي بس للدي جي اي ميمو اللي هو الابليكيشن اللي انت بتستخدمه مشان تتحكم بالاستبلايزر او الجيمبل او الدي جي اي اوزمو، حتى الاوزمو 3 وكل منتجات دي جي اي تقريبا في الابليكيشن اسمه دي جي اي ميمو، وفيه اوبشنز كثير عن طريق تصوير الفيديو، التايم لابس، الهايبر لابس، راح نحكي عنها فيديو تفصيلي ثاني. لكن كان هدفنا لليوم هو ناخذ فكرة اولية عن الدي جي اي اوم 4، شو مميزاتها، شو خصائصها. وصراحة عم بستنى شو ظل اشي يخترعوه للدي جي اي اوم 5، فانا بستناها بفارغ الصبر. يعطيكم العافية، بتمنى تكونوا استفدتوا، وبدناش اللايك والسبسكرايب والاخره. انا مش يوتيوبر صراحة، بس بهمني اذا عندكم اسئلة حبايبي تبعثوا لي، وايش بتحبوا نعمل فيديوهات للمرات الجاية. يعطيكم العافية.